بعد الآن يمكنك التصريح بعطلتك المرضية عن بعد. الهناء تطبيق جديد يقدم هذه الخدمة لفائدة العمال الأجراء دون أن يكلفهم عناء التنقل ويجنبهم الاحتكاك خاصة في ظل أزمة كورونا. الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات لتمكين مؤمن لهم اجتماعيا من الاستفادة من الأداءات ولا سيما من خلال وضع الخدمة الإلكترونية الجديدة المتعلقة بالتصريح بالعطل المرضية عبر الفضاء الرقمي الهناء، وذلك بواسطة الرابط التالي https الهناء كنص ونديزد. ترسل العطل المرضية بدون تنقل الوقت. هنا الدخول تاع الموقع تاع الهناء تجي من الروتاسيون. التطبيق يتيح لك ملء كل بياناتك بالإضافة إلى العطلة المرضية عبر الإنترنت. نضغط عليها. نجي عندنا كارت شيفا، دوموند كارت شيفا ولا ريترافاي ولا كابيتال ديسي. عندنا اري دو ترافاي، راهو نوفيل دوموند. هنا تفتح هذا المجال، هنا نسجلو دات بداية العطلة المرضية، تاريخ نهاية العطلة المرضية، عدد أيام العطلة المرضية. كما يشجع الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أصحاب الشركات على التصريح باشتراكات المستخدمين من خلال خدمة جديدة عبر الإنترنت. تم تكييف المخطط الاتصالي الخاص بالتصريح عن الأجور والأجراء، ذلك بعنوان سنة 2020، بحيث تهدف هذه الحملة إلى استقطاب عدد أكبر من أرباب العمل وحثهم على ضرورة القيام بالتصريح عن بعد باشتراكات الضمان الاجتماعي. دعوة أرباب العمل إلى إيداع التصريحات السنوية للأجور والأجراء لسنة 2020 عبر بوابة التصريح عن بعد. التصريح بالعطل المرضية وباشتراكات المستخدمين عن بعد خدمة أخرى تندرج في إطار رقمنة مختلف القطاعات مواكبة للعصرنة والتطور التكنولوجي وتسهيل حياة المواطن.